اهلا بكم في فيديو جديد من قناة فادي عضلات. قبل ما نبدأ الفيديو حاب اعرفكم ان انا في عندي قناة تانية للالعاب اسمها قناة تفجير وتدمير، هتلاقي اللينك في الوصف يا جميل. اشترك وفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل الفيديوهات، ويلا بينا نبدأ الفيديو. في الحقيقة يا جماعة انا مبسوط قوي قوي قوي، فرحت قوي لان النهاردة بدخل على قناة بندرتا اكس اتلاقيته وصل 3 مليون مشترك، فانا اتبسطت جدا 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 لان يا جماعه انا بحب بندرتا قوي 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 قوي. يعني بصراحه التعليق بتاع الالعاب خرافي خرافي، يفضل يبسطك طول الفيديو، الطريقه بتاعته حماسيه بطريقه رهيبه. يعني حتى لما بيجي يلعب اي لعبه، يعني مثلا ممكن وهو بيلعب فورتنايت مثلا، هو طبعا حلو جدا، مستواه حريف جدا في فورتنايت وفي ببجي، انا اتفرجت عليه على فيديوهات كتير، مستواه جميل جدا. بس مثلا ايه، ممكن وهو بيلعب فورتنايت تلاقيه مثلا ايه خسر، وهو بيخسر حتى يعني بيقوم ايه يتعصب كده، مش عصبيه بجد اللي هي يعني يبان ان هو متضايق، لا عصبيه كده مضحكه تخليك مستمتع بالفيديو. يعني حتى لما بيخسر تبقى مستمتع بالفيديو، مش زي انا مثلا. يعني انا مثلا لما بخسر بضرب بوس كده، هو ما بيعملش كده، يعني مثلا بتعصب بس بضحك، يعني عصبيه بضحك مش اللي هو عصبيه بجد، فده اللي بيخلي الفيديو ممتع. وانا الصراحه يا جماعه يعني بجد بندرتا، يعني انا مش عارف اقول لكم ببقى مبسوط قد ايه لما بتفرج على الفيديوهات بتاعته بجد. وانا فرحان جدا ان هو وصل 3 مليون مشترك، وان شاء الله يوصل كمان ل 10 مليون و100 مليون مشترك، لان هو بصراحه يستاهل كل خير، ومن يعني من اروع قنوات الجيمنج اللي انا شفتها بصراحه. يا ريت انا يا جماعه عشان خاطر تساعدوني بقى ان نوصل 100,000. خلاص احنا ما عادش الا 15,000، ما عادش الا 15,000، يا ريت تساعدوني بقى ان ننجزهم بسرعه، لان الموضوع طول شويه يا جماعه، الموضوع طول شويه. وانتوا عارفين كويس يا جماعه، وانا قلت لكم 100 مره ان دعم اليوتيوب بيزيد بعد ال 100,000، اليوتيوب بعد ال 100,000 بيبدا يزقك. فعشان خاطر يا جماعه وصلوني بقى لل 100,000، عشان انا تعبت بجد، تعبت بجد وعملت فيديوهات كتير جدا على القناه، فتعبت، ساعدوني بقى شويه، ساعدوني بقى شويه ان كان على الاحتراف اللي انتوا بتطلبوه. فانا وقفت فورتنايت وبلعب ببجي موبايل، اي نعم انا لسه ما احترفتش فيها زي ما انتوا نفسكم، انا عارف انتوا نفسكم احتراف احتراف بقى بجد. كل ده هيحصل ان شاء الله، وهحاول على قد ما اقدر، وهلعب اللعبه كتير جدا، واحترف على قد ما اقدر عشان اساعدكم. صدقوني يا جماعه كل اللي انتوا نفسكم فيها هعمله. انا وقفت فورتنايت مخصوص عشان كده، لان فورتنايت انا مش طايق اللعبه، مش طايق فورتنايت. انت بتبقى ماسك الرشاش ولازم تقعد تتنطط، اردنا انا مش فاهمه، قرد اقعد اتنطط كده بالسلاح في ايه يا جدعان؟ تقعد تتنطط بالسلاح وتقعد تبني، ايه يا ابني دي؟ هو انا مقاول؟ يعني ايه يا ابني دي؟ ايه انا في وسط المعركه، انا اعرف اي معركه في الدنيا بتقوم تطلع سلاحك وتضرب، انما ايه تبني؟ يعني ايه المنطقيه في كده؟ ابني ايه يا جماعه؟ ده غير الشخصيات بتاعتها، الجرافيك بتاعها انا ما بحبوش، الجرافيك الكرتون ده انا ما بحبوش. معلش يا جماعه في ناس هتقول لي دي لعبه فازت بجائزه السنه ومش عارف ايه والكلام ده، يا جماعه على عيني وعلى راس، بس انا ما بحبش الالعاب اللي جرافيكها كده. الله انا حر، كل واحد هو حر. انا عاجبني جرافيك ببجي موبايل، رغم ان هي مش زي ببجي ستيم، الجرافيك اقل، بس عاجبني جرافيك ببجي موبايل ومتقبله عن فورتنايت عشان في اسلحه حقيقيه، في ضرب نار حقيقي، في اصوات اسلحه قويه، عشان كده انا مستمتع باللعبه، عشان كده ان شاء الله هحاول ادي فيها احسن اداء على قد ما اقدر، لان طالما انا حابب اللعبه يبقى ان شاء الله هبقى كويس فيها. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان تساعدني ان اطور المحتوى بتاعي، عشان القناه بتاعتي تكبر اسرع واسرع، وعشان تقدر تشوف فيديوهاتي الجايه لازم تعمل اشتراك وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. وشكرا جدا ليكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.